دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن مشروع اسمه كوميكانو كورنر، مشروع مخصص لتصميم أدوات تنمية المهارات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام المواد المعاد تدويرها من النفايات البيئية. مشروع نفذته واحدة من بنات مصر شطار جدا واسمها سهى عبد الناصر. مشروع قايم بقى على قصص مصورة، قصص هدفها إنها يحصل تنمية لقدرات الأطفال الإبداعية. ايه حكايه وتفاصيل مشروع كوميكانو كورنر ده اللي هنعرفه من مؤسسته سهى عبد الناصر اللي موجوده دلوقتي معانا على تطبيق زوم. يا سهى صباح الفل عليكي. صباح الخير، ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ انا كويسه، انت تمام؟ انا زي الفل الحمد لله. ايه موضوع كوميكانو كورنر ده يا سهى؟ هو الاول شكرا جدا ان انت قلتوا عليا ان انا من بنات مصر الشاطرين. ده فخر ليا فعلا جدا كده. ان انتوا شايفيني كده. شكرا يا محمد. ايه حكايه كوميكانو كورنر؟ كوميكانو كورنر هو مشروع ابداعي قايم في الاساس ان احنا نصنع ادوات تنميه مهارات للاطفال ذوي الاعاقه من اعاده تدوير مخلفات البيئه. ليه اعاده تدوير مخلفات البيئه بالذات؟ علشان احنا لقينا مشاكل كبيره جدا في طبيعه الادوات المصنوعه في السوق المصري، وهي ان في بعض الادوات بتكون مصنوعه من الخشب الثقيل، فالاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه لو هيبروا داخل الجلسه ممكن الاداه تقع على رجلهم فتعورهم. وكمان الادوات بقى سعرها غالي جدا، فده ترتب عليه نتائج مختلفه ان المراكز تنميه المهارات بقت تجيب ادوات قليله فممكن تستخدم داخل الجلسه نفس الاداه بشكل متكرر، فالطفل يحصل له ملل او الاداه ما تتكسر ما نقدرش نشتري غيرها فنتعامل بالباقي منها، فده يعرض الطفل للخطر لو حطه في بقه او يحسسه بالاهمال ان الاداه ناقصه او كده. فلقينا ان احنا عندنا قدره ابداعيه ان احنا نعمل ادوات مختلفه من اعاده تدوير مخلفات البيئه وليها اهداف برضو مختلفه، يقدر يستخدمها المراكز اللي مش بتقدر تشتري الادوات اللي سعرها عالي جدا، في نفس الوقت يكون في تنوع بحيث ان الطفل ما يحسش بملل. ده القسم الاول عندنا. القسم الثاني احنا لقينا ان بعض القصص موجوده في السوق بدات تكون فيها الوان كتير جدا والكادرات فيها متفرقه، فالطفل اللي عنده صعوبات ذاكره ممكن كل ما نقلب ورقه كل ما نقلب ورقه هو ما يفتكرش الورقه اللي قبلها كان فيها ايه. فقررنا ان احنا نعمل قصص مصوره اللي هي الكادرات فيها بتكون متتاليه بتكون فيها الكلمات اقل من الصور بحيث ان الطفل ذوي الاعاقه الذهنيه عنده الاستيعاب اقل فيستوعب ويتخيل اكتر. وكمان اللي عنده صعوبات ذاكره يكون شايف الكادرات جنب بعض فبالتالي ده يساعده على الربط والتسلسل المنطقي. فقررنا نعمل كوميكانو كورنر بيجمع بين الاثنين عشان شفنا ان ده هيحقق للطفل ذوي الاعاقه بيئه امنه وفي نفس الوقت تنوع في تنميه المهارات الخاصه بيه. طيب ده جميل جدا، ايه طبيعه المواد اللي بتستخدموها؟ احنا بنستخدم كرتون وبلاستيك بس طبعا عشان الكرتون بيكون خفيف وممكن الطفل برضو يقطعه فاحنا بنعززه بطبقه نصيبيان. النصيبيان ده هو عباره برضو عن كرتون بس كرتون تقيل شويه، بس لو وقع على رجل الطفل مش بيأذيه وبرضو لو وقع على الارض مش بيتكسر. يعني احنا حاولنا ناخد الاداه دي او الخامه دي لان الخامه دي بتثبت قوي مش بتتكسر، وفي نفس الوقت لو وقعت على رجل الطفل لو حصل هيبرة معينة ما تأذيهوش برضو أو تعوره. نستخدم غطيان البلاستيك وقبل ما بنستخدمه طبعا بنغسله كويس، بنحط عليه كحول وليمون وبننشفه شوية تمام بحيث ان طبعا عشان الهواء والتلوث وكده. وده بيكون أساس في تثبيت الصور أو إبرازها، يعني احنا بنستخدمه عشان نبرز الصورة بحيث تكون قريبة من وش الطفل أكتر، بيعرف يتخيلها أكتر، محدودة أكتر بالنسبة له. دول الاكتر خامتين احنا بنستخدمهم دلوقتي او ادوات معاد تدويرها يعني. اكيد. طيب فكره ان احنا بنشتغل على حاجات يعني معاد تدويرها بشكل او باخر والاطفال بتشتغل عليها، القصص يعني فكره ان انت عملتي ده مع قصص وبتشتغلي بمواد بسيطه وسهله وموجوده في البيت، ده ممكن يحقق انتشار اكتر ويساعد انها تبقى منتشره في اماكن مختلفه وتبقى موجوده في الحضانات وتبقى موجوده في مراكز التدريب المختلفه. ده ممكن طبعا يحقق انتشار اكبر. لان اول حاجه زي ما قلت لك غلاء الاسعار احنا شويه هنتغلب عليه، فلو المركز تنميه المهارات بيجيب ادوات مصنوعه مثلا ب 2000 جنيه ويكونوا اربع اداه بس هو ممكن يجيب 10 او 11 متنوعين وليهم نفس الاهداف وشكلهم برضو لطيف ولذيذ.
بنفس السعر او يمكن اقل، فده هيساعد على انتشاره. بلس اني ممكن الام نفسها اللي قررت ابنها ما يكونش يروح المركز لسبب او اخر، لان في اسباب مختلفه كتير بتخلي طبعا اولياء الامور بعضهم ما يودوش الاولاد مراكز، طبعا تقدر برضو تستخدمها في البيت، لان احنا بنديها طريقه استخدام وبنشرحها ازاي تقدر تستخدمها، فده بينتشر داخل المنازل كمان. يعني ده يمكن اكتر حاجه بتساعد على انتشاره. انتي درستي الكلام ده يا سهى؟ انا خريجه ليسانس في الاداب والتربيه في قسم علم نفس وماستر تربيه خاصه، وكنت بدرس ده من وانا في ثالثه كليه، ان احنا ازاي نعمل ادوات ننزل بيها المدارس نشرحها اصلا للطلاب وكده. بس حقيقي كنت بقع في اخطاء كتير جدا وانا في ثالثه ورابعه كليه، فالاخطاء دي خلتني اعرف ده مناسب ده مش مناسب، انا ممكن استخدم اللون ده ممكن ما استخدمش اللون ده، ممكن استخدم، كنت زمان بستخدم فوم دلوقتي مش بستخدم فوم، عشان الدراسات بتقول ان في بعض المواد المسرطنه الموجوده في الخامات دي، فتعلمت اكتر. بعد كده اشتغلت في مراكز تنميه مهارات بعد ما اتخرجت، وكنت بقى بشوف الادوات وبصنع انا الادوات دي وبعمل انشطه كتير، فبالتالي كنت بعرف بقى ايه العناصر اللي اقدر اعمل منها اداه امنه الى اخره. يعني خلينا نشكرك يا سهى على المجهود الكبير اللي عملتيه. الفكرة، فكرة استخدام المواد من جديد، فكرة استخدام مواد زهيدة الثمن بحيث انها تبقى في امكانيات الجميع، فكرة ان انت عاملة زي حاجة شبه مانوال او حاجة تقدر تساعد الاهالي انهم يشتغلوا في البيت في حالة انهم مش بيروحوا مراكز التدريب. كل الشكر ليكي سهى عبد الناصر، مؤسس مشروع كوميكانو كورنر للصناعات الابداعية، شكرا جزيلا ليكي.